أرضع النبي صلى الله عليه وسلم مرضعات، منهن حليمة السعدية من بني سعد. نبي صلى الله عليه وسلم مين ستري كي كران بباو قوات كبنتا نقنون تمنام ستري دال بباو قوات ننكو مين حليمة من سعدية دال موفي كل سمبون شموحاوتها السعد. عادة قريش أنهم يرضع الأولاد، يجعل الأولاد خارج مكة، لأن مكة يأتيها الحجاج والمعتمرين والزوار، فيجعل الأولاد يرضع في خارج مكة. نعم. تام تملوك ربا نسرق مكة رضا نسرق نسمعي نبي صلى الله عليه وسلم كي تاين تا بنجون كون تو كتراو مكة في بروتنا مكة كي بي فوق بنت تداوي نك دان موك فو عمر رو نك موك فو حي لن جن تو كي تاين تا بنجون كون با كي تو نك دان نو كراو مكة نن كم باو عوي. ورأت أن الله سبحانه وتعالى وضع، جعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا للبركة لها، كان يأتيها خيرات كثيرة بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حليمة السعدية. نعم. تنقى نقدر بمبعو ستري دار بمبعو نبي صلى الله عليه وسلم نبي دايو نبي ما بمبعو كي قوات من خير حا الله سبحانه وتعالى من قدال بركة أي قوات يعني جران تان رجاء دار قوات بمبعو نبي في جدام حيث دار آت أي الله سبحانه وتعالى قدال بركة أي قوات يعني جران نوع وي دار قوات من يول خير.